كانت الدراجة النارية وسيلتهم الوحيدة للهرب من جحيم الغارات السعودية على منازلهم في صعدة. هذه العائلة لم تفكر في وسيلة الهرب إلى عمران بقدر تعلقها بالحياة بعد اشتداد ضراوة الحرب. خرجنا عينا زحلين نمشي على رجولنا، وبعض الناس يعني اللي ما حصل له سيارة، بعض الناس يمشوا، بعض الناس يركبوا على المترات. يعني أنا يعني قصتي يعني حبيت لي أنا بنزيم على المتر. رحت لعند جيراني والقصف من فوقي والشظايا تطير زي النار، أرجع أركب فوق المتراني وعيالي، إيش نسوي؟ منازل الأهالي، المدارس والمباني الحكومية في عمران كانت ملاذ الآلاف، لكن 100,000 نازح بحسب محافظة عمران هم أكبر من قدرتها، لذا يربض الوافدون الجدد في العراء دون زاد أو مأوى. أطفال يشربون دموعهم من شدة العطش، وكبار أنهكتهم المعاناة. نوجه نداء عاجل للمنظمات الإنسانية الدولية بأن تغيث هنا، احنا نزحنا من بيوتنا بسبب القصف. والله ما معانا حاجة، نحتاج فراش، والله ما معانا بطانية أو معانا غذاء أو نزلنا بحاجة. هؤلاء من دمرت منازلهم وتسنت لهم النجاة من الإبادة الجماعية، بعكس مئات الآلاف الذين لا يزالون هناك تحت رحمة الغارات، ومع ذلك لا تبدو حال من نزحوا أفضل ممن بقوا في صعدة. مدينة خمر تشهد موجة نزوح غير مسبوقة، يعني من مختلف المحافظات إلى مدينة خمر. أمس يعني وصلت إلى حد الآن قمنا بتسجيل ما يقارب 400 إلى 450 أسرة، هذا الذي هم القاطنين في الأماكن العامة، من غير هناك مئات الأسر يعني اللي تكدسوا في بيوت المواطنين. تأخذ الحرب مسماها الأصدق حين تتحدث عن الثأر، وفيما يمن قادة التحالف السعودي على المدنيين بتحذيرهم من مغبة القتل، يرد لسان حال هؤلاء بلى قتلنا لكن نسينا أن نموت.